انت مصري يبقى انت قبطي يبقى انت اصولك مصريه قديمه. يزعجني بقى مثلا يعني بالمناسبه عندي ابو خالد عبد الرحمن كاتب، نشوفها مع بعض. لا صله بين مصر وبين الحضاره الفرعونيه، قد انقطعت منذ اكثر من 1400 سنه، وقد تشرفت مصر بفضل الله ثم بفضل هويتها العربية الإسلامية، والواقع يثبت ذلك. قد أصبحت مصر الآن أكبر دولة عربية وبها مقر جامعة الدول العربية، ولسانها عربي وشعبها عربي وكيانها عربي. أما الحضارة الفرعونية أصبحت فقط للسياحة وجلب الدولار. خسئت خسئت خسئت، ارجع للجزيرة العربية اللي انت جاي منها، انت لا تفقه شيء لا في التاريخ ولا في الجغرافيا ولا في أي حاجة. مصر هتفضل مصر الحضارة، مصر القيمة والقامة للعالم كله. مصر يعني أقول إيه بس، جامعات العالم بتدرس كوبتولوجي علم القبطيات وإيجيبتولوجي علم المصريات. عمرك سمعت عن حد أي بلد في العالم بيدرس حضارتها كعلم؟ علم علم بيدرس، مش مجرد اسم، مش مجرد عشان نجمع دولارات. لا، احنا اجدادنا يعني دفعوا دم غالي عشان البلد دي تبقى وهتبقى طبعا ان شاء الله.